حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى مواضيعنا وفقراتنا في هذه الحلقه، اكو طرق جديده اصبحت تطرأ على السطح من جديد، طرق جديدة للتسول، يعني بعد ما كان انه الناس تستجدي انه هي بتعاني من المرض، اكو اللي يجيب له تقرير وها والله انا مريض، اكو اللي يقول والله انا فقير وحالتي ومدري شنو يوسخ نفسه ومدري هاي الامور كلها زين، اكو اللي يشتري اطفال صغار بالعمر على مود يطلع يتسول بيهم، اكو طرق يعني غريبه عجيبه ما تعرف من مين زين صارت موجوده على مود التسول. اليوم الطريقه اللي متسول بيها هذا صاحبنا العينتين كركوك متنكر بزي امراه بل الادهى من ذلك، واضع هاي السوالف ماكو مال المكياج مال النسوان زين، خلي له حمره وما ادري شنو هذا، ولابس له عبايه وهاي الامور وطالع يتسول. الناس شافوا انه اكو شيء غريب، نبره الصوت اضافه الى المشي، كلنا نعرف انه النساء بمشيتها تختلف، يكون ناس كي صوتها يكون انصه والرجل صوته جهوري واضح مشيته مشيه يعني. العينتين شو مسوي؟ مسوي هاي الامور قلت لكم عليها، خلينا نشوفه احنا ليش نبقى نحكي وهذا، خلينا نشوفه. طبعا احنا شكله شوي احنا يعني وديناه لان البشاعه اللي هو بيها ما شاء الله عليه، يعني بشاعه المنظر لا حد يحكي، يعني كارثه. تفضل. في كركوك اعتقال متسول متنكر بزي امراه في كركوك بعد افتضاح امره بسبب طريقه مشيه وصوته. ها بسبب طريقه مشيه وصوته هذا عمي اكو شيء اسمه حرام اذا ما واصلكم. مرات يقول لك تشبه بالنساء وهذا وتعب، لا هسه انت ما متشبه، هسه انت متنكر ولابس ومخلي لك حمره. عمي غلط، اذا انت فقير روح للرعايه الاجتماعيه يعطوك راتب، اذا انت فقير روح دق لك باب جامع، دق لك باب سيد، دق لك باب عائله عندها فلوس تساعدك، اذا انت فقير شوف لك شغله واكل منها رزق حلال، اذا انت فقير خلي الناس هي اللي تنطيك، ما تروح تسوي هاي الامور. اليوم المجتمع يعاني من هذا موضوع التسول اللي أصبح لا يطاق. أتحداك هسه تقعد لك بأي مكان في بغداد مثلا الكرادة، أقعد بالكرادة أقعد لك ساعة في مقهى أو مطعم عام، أقعد لك ساعة وسوي توقيت وأحسب، إذا ما إجاك 15 متسول ما بين امرأة وما بين مسن وما بين ولد شاب وما بين طفلة أو طفل أنا معتب. إذا مو 15 20 واحد يجيك بهالساعة الوحدة ماكو هيك منطق. اليوم صارت هاي شغل، صار شغل، قاموا يشتغلون مهن، يحجون يقولون فلوس، ما أدري مو الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوت حتى منصات تقديم يقدمون بها الناس الفقراء وقاموا يلقوا لهم شغل. وذاك اليوم جبنا ضيف من الوزارة وحكى وسولف بهذا الموضوع، قالت قدمت لنا أكثر من 50,000 طلب للحصول على وظيفة ما بين حملة شهادات وما بين ناس ما عندها شهادات، عندها مهن السباك الخلفة المعرف منه قدموا بالهذا بالنظام الالكتروني وقاموا يلقوا لهم شغل. اضف الى ذلك صارت لهم رواتب صارت للناس الفقراء رواتب.
بس هو ليش ما يعرفون هذا الموضوع؟ وليش 15 واحد يجي بالساعة الوحدة؟ ليش كل هذا الأمور؟ ليش جاي تصير؟ لأنه اليومية اللي جاي طلعوها تفوق الخيال. يعني أقل واحد بيهم يطلع له 400-350 ألف مثل الورد باليوم الواحد. شنو رأيك؟ لذلك ما يعرفون هاي المهنة، لذلك يروحون يتنكرون، لذلك يسوون شغلات يبدعون شغلات من قلبهم. هذا اللي نحكي، هذا اللي نحكي. تفضل هاي خلينا نشوف تعليقات الناس. مشمش تقول اعتقد ابليس شاليده من العراق وقدم استقاله. طبعا يقدم استقاله اذا عدنا هيك احنا نماذج. طبعا شيء بالشيء يذكر، ادعو وزارة الداخلية اليوم اكو حملة بالبلد، مثلا من المرور مسوي له حملة، من الطرق والجسور، من التخطيط، من الخارجية، من المدري شنو، من المي، من كل الوزارات اليوم، الصحة، الزراعة، اكو جاي تسوي حملات. انا ادعو وزارة الداخلية اللي سوت حملة الكل أشاد بيها وخلص المجتمع من بعض النماذج الضالة اللي بمواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي مثل ما يقول تافهين، اللي يقدمون محتوى هابط، ألقوا القبض عليهم وحاسبوهم وأودعوهم بالسجن وبطلوا يسوون هذا الشيء. ركزوا ياي، حتى اللي طلعوا منهم، اللي طلعوا اللي انحكموا شهرين وثلاثة اشهر وطلعوا، بطلوا يسوون فيديوهات وبطلوا يسوون اشياء ما انزل الله بها من سلطان، بطلوا. ليش؟ لان شافوا اكو رادع، شافوا اكو عقاب. فادعو وزارة الداخلية بشخص وزيرها معالي الوزير المحترم انه يسوون قرار او يسوون حملة على المتسولين اللي ماخذين هذا التسول كمهنة، كعمل، مو الفقرة، مو الفقراء اللي ما عندهم، لا. وبعد وخلي اقول لكم شغله، الفقير اللي ما عنده ترى ما يطلع للشارع ويسال ويطلب، وهذا لا، يقعد ببيته او يقعد بالمكان اللي هو بيه، وتجي الناس هي اللي تنطي. هاي هم معلومه، اللي يطلعون بالشارع 99.9% هذول مو فقراء، هذول يشتغلون شغل، والوارد يروح للي الناس اللي ساندتهم. فأدعو وزير الداخلية المحترم معالي الوزير، أتمنى تكون هناك حملة ممنهجة منظمة على المتسولين اللي ملوا الشوارع، لأن إذا عاقبتوا 10 أو 100 أو 200، الباقين اللي بالآلاف بعد ما راح يسووها، بعد ما راح تشوف متسولين يفترون بالشوارع يشتغلون. أكرر وأرجع وأقول يشتغلون شغل، عمل. هذا ترى يوميتهم 25 ألف لو 50 ألف باليوم، والباقي 400-300 يعطون المن للناس اللي ساندتهم. فهاي دعوة، وأتمنى أنه نشاهد أكو تحرك بخصوص هذا الموضوع. بان أو بانو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللي يعيش في الحيلة يموت في الفقر، الحمد لله والشكر على كل حال، واللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر. ايش نحكيها؟ موفق يقول ناس تكتشف الفضاء وناس تكتشف طرق للتسول. فعلا ناس تصعد بوكالة ناسا يروحون يكتشفون الفضاء، يكتشفون الكواكب الاخرى. احنا بالمنطقة العربية، بالدول العربية طبعا، مو بس العراق بالمناسبة، نستكشف امور، يعني او يعني نستحدث أمور جديدة، طرق جديدة للتسول. بعد يقول بعد شنو يستكشفون؟ أنت كاتب غلط ترى، بعد أنت كاتب بعد يكتشفون، لازم تقدم وتأخر. تمام، الله أعلم. صدق الله أعلم يا أستاذ موفق. عمر يقول الله أرحم الراحمين، الله يكون بعون الفقراء. كل الناس تضحك وتستهزئ بس ما حد يعرف شنو اللي وصل لهي شغله. تعالي عموري، تعالي عمر، تعالي حبيبي. اعيد واكرر،
ماكو أي مبرر لهكذا أفعال. السارق لا تطلعوا له مبرر، المتسول اللي يتنكر بزي امرأة لا تطلعوا له مبرر، الحرام كذلك، الفاسد كذلك، المجرم كذلك، لا تطلعوا له ها والله المجتمع أدى به إلى الوصول، ها والله الحكومة أدت. لا حبيبي، مو عشنا فقر وعشنا ضيم وعشنا مآسي وعشنا حروب وعشنا ما صرنا هيك، ما صرنا هيك. الإنسان بعقله يا حبيبي، ليش تلقون مبرر؟ نور تقول بس يا ريت لو ينطينا رقم الحمرة اللي مخليها ما شاء الله على الثباتية. شوف هاي تاليتك، تحشش عليك نور. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول في هذه الفقرة، اللي هو موضوع التسول اللي ما يخلص، والطريقة الجديدة اللي مستحدثها شخص رجل في كركوك متنكر بزي امرأة ومخلي مكياج وهاي الأمور وطالع يتسول. هذا كان موضوعنا الأول. أما موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، دائما ما نحكي احنا بموضوع الازدحامات وموضوع السيارات وموضوع الكثافة الصورة اللي أمامكم هاي يعني رباط السالفة. المرور العام تقول أعداد السيارات في العراق تبلغ، ركزوا وياي، تبلغ 7 مليون سيارة بالعراق. هسه تقول تعال الرقم طبيعي، العراق من الشمال للجنوب 7 مليون سيارة كلش طبيعي، ولكن في بغداد فقط، وحدها بغداد فقط 5 مليون سيارة. خل أعطيك الأقوى، هاي الإحصائية ما مشمول بيها إقليم كردستان، يعني ما مشمول بيها أربيل ولا سليمانية ولا دهوك ولا زاخو ولا ولا ولا، هاي الإحصائية فقط بدون الإقليم وفقط في بغداد 5 مليون سيارة، وفي العراق 7 مليون سيارة. احنا مو نقول ليش ازدحامات، هي هو هذا السبب، السيارات صارت هواي. جاي نشاهد احنا من قبل المرور العام، من قبل وزارة التخطيط، وزارة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، جاي نشوف اكو حركة بالشارع، ما بين جسر جديد، ما بين تبليط شارع، ما بين طريق جديد مثلا شوية يخفف من زخم المرور، الزخم المرور اللي حاصل. احنا جاي نشوف هذا الشيء للأمانة، حتى واحد ما يظلم بخته، بس عمي هواي السيارات، 5 مليون سيارة ببغداد كلش هواي. يعني شو نريد نسوي مثلا؟ هي بغداد صغيرة، شو نريد نسوي؟ قول بنينا طريق دائري، أو أنشأنا طريق دائري حول بغداد، طريق دائري أغلب المدن والعواصم موجود طريق دائري. مثلا إذا تريد تروح أنت للشعلة وانت بيتك بالرصافة مثلا، ما تحتاج تخترق العاصمة من العمق والطب وتدخل وتروح بهاي المناطق، تطلع بالدائري، واكو هذا الطريق الدائري فتحات هاي على هاي المنطقة على هاي المنطقة على هاي، ويعني يمشي الحال. فقول سوينا طريق دائري مثلا، واللي يريد يروح مثلا للشعلة وهو بالرصافة طلع على الطريق الدائري ونزل زين. قول سوينا أنفاق وجسور، قول سوينا جديدة، قول فتحنا الشوارع المسدودة واللي أغلبها هسه انفتح، أغلبها انفتح، قول بلقنا الشوارع اللي بيها انطسات اللي ممكن يخفف السائق حتى يعبر الطسة واللي تسبب أيضا زخم مرور، قول سويناهن. بس هم 5 مليون هواي، هم 5 مليون سيارة هواي ببغداد. تقطع الاستيراد، راح يقول لك والله مو بكيفك، هاي حرية شخصية، الواحد يريد يشتري سيارة جديدة 2024، الواحد التاجر يريد يشتغل يدخل سيارات جديدة 2025، هاي حرية. اوكي
قول سوي تسقيط. تسقيط ما هي السيارات اللي صار لها مثلا 23 سنة بعدها بالشارع؟ يعني مثلا سيارة موديل 2000 تقدر تسقطها هسه بعدها بالشارع تمشي ذيك وانا تشدمه تشدمه الله وكيلك، هذا ان هم يتسقطن هم تنزل. فاكو امور، وهذا اللي تتسقط سيارته قابل راح يقبلون سياره، لا هم راح يروح يشتري له سياره جديده يعني. فلازم اكو حلول جذريه تصير تخفف الزخم المروري، واللي دائما اكرر بيها الدوام، نظام الدوام. اذا كلها بصمتها بالسبعه يا ناس ترى هذا غلط، لازم نخلي واحد بصمته بالسبعه، واحد بالسبعه ونص، وزاره بثمانيه، وزاره بثمانيه وربع. وحتى الدوام يعني من يطلع يطلع فايت وقت، يعني ابو السبعه مثلا خليه يطلع بثلاثه، ابو ثمانيه يطلع بالاربعه، ابو الثمانيه واربعة وثمانيه ونص يطلع بالخمسه. ليش كلهم الموظفين والطلاب والمدارس والمستشفيات والاهليه الحكوميه المدري شنو طالعه وحده يرحون ازدحام، رجعه وحده الحله مال هذا وحده. فاتمنى من وزاره التخطيط والوزارات المعنيه بهذه الامور، يعني هسه احنا جاي ننتقد بس بنفس الوقت جاي نعطيكم حلول، يعني هنا نقدنا يكون نقد بناء لتصحيح المسار. من اكو زخم مروري شفتوا الاعداد هوايه زين، اخلي الوزارات يعني الدوائر الحكوميه وغيرها، الجامعات الاهليه والحكوميه وهاي الامور، الطلاب والمدارس يكون دوامهم شويه متفاوت. اضف الى ذلك اللي دائما ما اكرر له، النقل العام، وزاره النقل والمواصلات. اليوم احنا ما شاء الله ناشدنا هواي وزارات، وزاره النقل والمواصلات اتمنى يكون النقل العام اكثر رفاهيه، اكثر تنظيميا، اكثر شموليا، يعني يشمل المناطق كلها، يشمل اغلب المناطق. اليوم اذا انا موظف واريد اروح مثلا منطقتي، يقول انا مثلا منطقتي نقول بالكرخ بالمنصور انا قاعد، ودائرتي نقول هنا انا بالرصافه مثلا بالكرادة مثلا او بمنطقة اخرى او باب الشرجي، اذا اكو نقل عام ينقلني من المنصور الى مكان عملي زين، بعد انا ليش 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 رايح يعني مثلا انا ليش؟ البعض هسه يقول لي مو اكو كوسترات لا حبيبي هذا اني ما يفيدن، لان هذا الموظف راح ينشلع قلبه فيقول لك انا راح اشتري لي سيارة احسن لي، اللي راح ينشلع قلبه نازل صاعد نازل صاعد لهنا. لا مو هذا اللي قصده، اللي قصده يعني نقل اليوم سيارة تنقلك من منطقة اللي انت بيها الى منطقة اخرى، ماكو توقف، ما توقف، ماكو واحد ينزل بالطريق، اللي ينزل بالطريق يروح يركب لغير نقل، هذا اللي قصده. شوية متروات تحت الارض، شوية قطار، فتشي معين، لازم هاي الحلول لازم. خلنا نرجع لموضوعنا ونشوف التعليقات ونشوف آراء الناس حول هذا الموضوع. المرور العام، أعداد السيارات في العراق تبلغ 7 ملايين، وبغداد وحدها 5 ملايين باستثناء كردستان ما شاء الله. يقول محمد الحلكة ما في تركيا وسائل نقل عام من باصات مكيفة وقطارات سريعة لها طرق خاصة بها ومو صعبة على الميزانيات الانفجارية. يعني أنا ليش قلت لكم الرفاهية؟ شوفوا هنا أنا باصات مكيفة. ليش قلت لكم شمولية؟ لأنه تشمل وإلها طرق خاصة وتشمل كل المناطق. زين؟ وليش قلت لكم تنظيم ومو صاعد نازل وهذا الكيل والكوستر؟ لأنه هي سريعة من المنطقة اللي أنت بيها المكان عملك بسرعة وصلت فضلت راحت. شو أسوي بالسيارة؟ أروح أنزل أدير لها بنزين، اغير لها دهن، اروح الفيت بام، اروح المدري شنو البستم، شو اسوي بيها اذا اكو نقل عام يوصلني من منطقه لمنطقه؟ يا وزاره النقل والمواصلات وايضا وزاره التخطيط، اتمنى تتفقون فيما بينكم، تخططون، انت تخطط وانت تشتغل لازم ضروري. نهى وند تقول
نهاوند انا دبي مقام تقول حيل كل هالسيارات واني ما عندي بشرفك لا تشترين السياره لان خويا اشتري يا باقي عليك هي 5 ملايين ببغداد سياره 5 ملايين وسياره راح تفرق مثلا يا اخوي احمل والديك فاقي يقول يعني الخليج يتوقع ايش قد عندهم سيارات لان كل فرد تقريبا يملك سياره الخلل مو بالعدد الخلل بالتنظيم الحكومي والتخطيط والطرق والمجسرات وذكرنا انه جاي يصير اكو مجسرات وانفاق وطرق بس هي يرجع الموضوع للتخطيط زياد يقول المشكله مو باعداد السيارات خليها تزيد ايش قد ما تريد المشكله في الدوله اللي ما تخطط وتبني مجسرات كبيره مو قلنا اكو مجسرات وطرق حوليه هذا الطريق الحولي لقصد اللي هو الطريق الدائري طرق حوليه لتخفيف الازدحامات في الشوارع الداخليه بالاضافه الى المترو اللي يخلي المواطن يستخدمه من يروح للدوام بدال ما ياخذ سيارته سهله هو رافد لنا صوره ما شاء الله ما ادري وين هاي بنيويورك ما ادري بالاي هاي يمكن بي بالاي ما شاء الله شلون هذا والله انا تيه هنا انا اتيه اذا مو جي بي اس اخر تعليق من شروق تقول زين والحل شلون نصعد هليكوبتر ونوصل للمكان اللي نريده هذا كان اخر تعليق والله يا شروق الهليكوبتر ما تفيد بهاي الحاله لانه عادي يعني ممكن تطلع لك اذا صارت نظام انه النقل يصير بالهليكوبتر راح كل واحد راح يشتري له هليكوبتر هذا كان موضوعنا الثاني في هذه الفقره موضوعنا الثالث والاخير في فقره فيس تو فيس الذكاء الاصطناعي بدا بالفتره السابقه يطرأ على الساحه وبدا ياخذ مجال واسع وبدأ ياخذ يعني شعبية وجاي نشوف يعني بالسوشيال ميديا وبالأمور هواي جاي نشوف الذكاء الاصطناعي متواجد دخل بكل شيء يعني بحيث مرة صفحتي قالوا له لازم تأكدها زين شلون أكدها لازم أدز صورة جواز ما أعرف شنو زين قلت لهم هذا من يشوفه مواطن شخص ويوافق لا والله ذكاء اصطناعي طب يعني بكل شيء دخل نشوفها صار ممرضة لكن اليوم باليابان شفنا احنا شلون جايبين روبوت على شكل ممرضة ينطي علاج للمريض ويطلع وهذا زين شفناها بأيام كورونا اكو مستشفيات صينية استخدمتها تنطي علاج تفتار على الردهات وعلى المرضى يوزع الأكل ويسوي غير هذا شفناه مثلا انسان ميت من مدة يطلع لك يحكي ويسولف ويضحك ويمثل زين وهاي التطبيقات صارت حتى بالتليفون الصوت كذلك يعني ذاك اليوم فنان مصري رايح ملحن اغنية ما ادري شنو الفنانة ميتة صار لها ما ادري ايش قد وبصوتها طلعت هاي شنو هاي لو مثلا استشهد بالفيلم الشهير فاست اند فيوريوس الممثل بول ووكر اللي توفى بالحقيقة توفى بدعم بسيارته بالجزء الثالث او الرابع استكملوا اجزاء شلون جابوا اخوه لان نفس الطول وشوية الهيكل وخلوا علي الفيس والنظام والهاي الامور وتباع علي هذا نفس الممثل وبقى يمثل بقى لو هسه بالجديد يطلع لك فيديو مذيعة اخبار هي ذكاء اصطناعي هي رسم هي تشيب زين تكتب لها الحاجة اللي تريدها هي راح تذيعه فالذكاء الاصطناعي بدأ ينهش وينتشر بالعالم تخلي صورتك هسه وين ما تريد بس صورتك يطلع حلقك يحكي وامور كثيرة يعني واي لغة تريدها واي لهجة تريدها هنا مدير جوجل السابق ايش قال؟ قال الذكاء الاصطناعي ركزوا وياي سيقتل البشر عندما يكون أكثر تقدما هو هسه
واحنا منبهرين به وحارق الجو، لعد من راح يصير اكثر تقدم وش راح يصير بالعالم؟ مدير جوجل السابق يقول سيقتل البشر عندما يصبح اكثر تقدما. حتى ذولا ايلون ماسك وغيره وغيره، زين مع العلم ايلون ماسك وذولا هم من هم اللي ابتكروا هاي التويتر والفيسبوك والشركات والمدري شنو، هذا هم اللي سووا ضجه بالعالم، بس موضوع الذكاء الاصطناعي ما يحبوه. لذلك خلينا نشوف مدير جوجل السابق شنو قال وليش قال هذا الشيء. الذكاء الاصطناعي سيقتل البشر عندما يكون اكثر تقدما. هذا هو. بس شلون راح يقتل البشر؟ خلينا نشوف الناس. ناس هم اذكياء، مو بس اكو ذكاء اصطناعي، اكو ذكاء ذهني وعقلي عند البشر اللي انعم رب العالمين علينا بي. خلينا نشوف الناس شنو تقول. ابو محمد يقول سيقتل البشر بطريقة اخرى ليست ازهاق الارواح البشرية، بل سيطرة الذكاء الصناعي والروبوتات على جميع المهن والحرف بكل اشكالها، مما لا يدع للانسان مهما كانت شهادته بالحصول على فرصة عمل، وسيكون الاستغناء عن العمال والطيارين والاطباء والصيادلة ومكاتب العقارات وسائقي التاكسي ومهندسي الكهرباء وعمال البناء وغيرها الكثير من المهن والحرف، مما يجعل أغلب الناس تحت خط الفقر وتتفشى المجاعة والتشرد وتنتشر الجريمة. هكذا سيقتل الإنسان الذكاء الاصطناعي. والله ابو محمد فسرها بتفسير عميق جدا، احييك يا ابو محمد على هذا التفسير. شخواني يقول فعلا كلامه صحيح، لان الذكاء الاصطناعي يوم عن يوم يتطور ويكتشف شغلات جديده، وبالاخير يقوم يشوي البشر مثل السمك. تعليق من علي يقول والله كل شيء يصير، وخاصة اكو افلام يسووها على الذكاء الاصطناعي يتحول الى قاتل، بالاخص فيلم ما اتذكر اسمه للممثل ويل سميث. حبيبي ذكرناه كلهن. علي آل عيسى يقول صح، تعرفون شنو قصدهم؟ شنو قصدهم يا علي؟ يقول قصدهم الذكاء الاصطناعي وصل مرحلة ماكو شيء ما يسوي من تصاميم، من رسم، من صناعة جمل وعبارات، من كل شيء، وهذا راح يدمر هواي ناس وعالم تشتغل وعايشة تسترزق، راح يصير ما حد بحالهم ويقضي عليهم، يدمر البشرية. هذا كان تعليق علي. ما شاء الله هاي الصفحة كلها علي، دخيلك يا علي، نطلب الشفاعة منك يا علي. ما شاء الله ثلاث تعليقات علي علي علي، سلام الله عليك يا سيدي ومولاي. علي كاظم يقول صحيح، وليس القتل بمعناه هنا يقصد، بل بالضغوط النفسية بسبب العمل وسيطرة الروبوت أو برامج الذكاء على الأعمال في السنوات القادمة. وبالنسبة للعراق بعد بلد ثالث ما واصل لحياة رفاهية نفس الغرب. هذا كان آخر تعليق من قبل علي. هذا تفسير لا مني ولا من جيبي، هذا تفسير من المواطنين، الناس الأذكياء يحجون على الذكاء الاصطناعي ويفسروا. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب. من عادتي لما أسرج على المواضيع، كوني أساهم في إعداد الحلقة، أسرج كثيرا على المواضيع والفيديوهات والترندات والأحداث. في التيك توك مثلا أكو دخلت لقيت فيديوهات مشاهداتها بالملايين، ظليت أباوع جيب فيديو ورا فيديو ورا فيديو، لقيت أن الناس بعدها ما تعرف
مثلا جماعة الزمن الجميل، زمن السابق، اكو امور ما تعرفها، وهاي الفيديوهات محصلة ملايين المشاهدات. خلينا نشوف بعض من هاي الفيديوهات اللي شاهدتها ولقيتها وراها نحكي ونسولف. خلينا نشوف الفيديو الاول. الله يرحم كل الشهداء اللي تعذبت واللي انعدمت بهذه الغرف المظلمة، والله ينتقم من النظام البائد. هاي مشاهد ما حد يعرفها، خاصة من هذا الجيل الجديد اللي مثلا بعضهم يسمي ذاك الزمن انه الزمن الجميل، ايام الزمن الجميل. هاي 1% من اللي كان يسويه النظام وحزب البعث والمقبور، هذا اللي كان يسويه. وتدرون يعني خلينا نعطيكم معلومه، هذا مو للمجرمين ولا للحراميه ولا للفاسدين ولا لا لا، ها تدرون لمن؟ هذا للناس اللي تواليه للبيت، هذا للناس اللي تعارض بكل حريه، ما يردون هذا النظام، ما يردون صدام حسين. هذا زين. واكو ناس قاعده ببيوتها كل شيء ما تعرف، ياخذوهم يعدموهم هنا، والله شنو ابن عم جدك الرابع الخامس، والله شنو معارض لنا، معارض الحزب البعث. هذا هاي هيك يعني، هاي مو للمجرمين زين. مثلا واحد اسمه فلان، مثلا اسمه قول اسمه صباح مثلا زين، مسوي له جريمه او والله ما مسوي له، هو بس انه هو معارض، راحه وجابه وعدمه وشكوا واحد اسمه بنفس الاسم، شكوا واحد اسمه صباح زين، 40 شخص ما ادري ايش قد عدموهم هنا. فهي مو للمجرمين ولا لا لا، الناس اللي توالي اهل البيت، للناس اللي ما تريد النظام هذا بكل حريه وديمقراطيه يعني، بس مجرد انه هو معارض. هذا هيك كان يصير. وخلي اطلع لكم الفيديو الثاني اللي يثبت انه اللي كانوا ينعدمون مو مجرمين. خلي نشوف الفيديو الثاني اللي ايضا عندنا، نشوف بي الناس اللي كانوا ينعدمون. تفضلوا أطفال، أنتوا اقروا. في صبيحة اليوم المشؤوم من عام 1983 تم تعذيب وإعدام الصف الرابع الإعدادي الشعبة دال في إعدادية الكاظمية بسبب عبارة كتبت على سبورة يسقط صدام. هل كانت شخابيط الأطفال ترعبك يا فارسنا المغوار؟ لعنة الله عليك. هاي الشعبة، هاي الطلاب زين، دول كلهم انعدموا. وين انعدموا؟ بهاي الغرف المظلمة اللي شوفناكم إياها، هاي المقصلة والبال الإعدام، انعدموا. والله شنو واحد مثلا لقوا كاتب على الصبورة مثلا يسقط عدموا كل الشعبة، وهم منو؟ لا مجرمين ولا قتلة ولا طلاب بالإعدادية. بس هذا الزمن الجميل اللي الكل ينادي به، هذا وبعد. والحديث يطول، الحديث يطول، بس اتمنى انه هسه احنا ما روينا لكم موضوع وجبناه من جيبنا، لا، جاي اطلع لك بالدليل. وايضا شاهد الفيديو الثالث وايضا احكم. بداية رمضان كان هاي هذا الكلام يعني. اول شيء يعني خيمة على العراقيين، العراق والعراقيين، السيد علي السيستاني مرجعنا الأعلى. هذا الكلام جاي تسمعون انتو زين، هذا مختصر شون ياخذون أي سيد، أي مرجع، أي معمم، أي ليش؟ لأن هم موالين لآل البيت، لأن هم ناس يعرفون الله سبحانه وتعالى زين. وراح انطيكم الاقوى منها حتى تبقى عندكم انه والله الزمن الجميل. موكبين فاتن، واحد مال ابن المقبور وواحد مال اخو المقبور. الناس يعني وقفوا هذا على مود شنو يمشي هذا الثاني، شوفوا شنو سوى بيهم. تفضل. يوقف موكب عدي المقبور وطبان، يسوي به شيء المقبور، يوقف موكب وطبان المقبور عدي، يسوي به شيء زين.
هذا هيك كانوا ذولا مرور ذولا مرور ذولا مرور هيك هيك كانوا يتعاملون بدال ما تكافئ انه على تنظيم السير وهذا هيك كانوا يتكافئون ويقول له لا الا يقطع النفس يلا تهده تبقى تضرب بيه تجلد بيه الا يقطع النفس هذا ايام الزمن الجميل هاي اللي دائما تتحدثون بيها وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة نقول لكم في أمان الله.